مشاركتنا في هذا اللقاء الذي تنظمه الجمعية الوطنية لرؤساء مجالس والعلمات والأقاليم كتظاهرة وطنية تعرف حضور جميع رؤساء مجالس العملات والأقاليم على مستوى الجهات 12 ديال المملكة. وهذا اللقاء يأتي في إطار تقوية القدرات التدبيرية للسادة رؤساء مجالس العملات والأقاليم، وخصوصا في المجال ديال الممتلكات. هذا المجال هذا من أجل تسليط الضوء على هذا المجال المهم جدا، والدور ديال الممتلكات في تحقيق التنمية. الممتلكات اللي يمكن تكون ممتلكات عامة أو لا ممتلكات خاصة، ويمكن باقي القطاعات الحكومية اللي كتشارك معنا اليوم في التظاهرة واللي معنية بمواكبة السادة الرؤساء في العملية التدبيرية ديالهم، هي مناسبة للوقوف على يعني جميع الإكراهات والصعوبات التي تواجه السادة الرؤساء والسيدات الرئيسات في تنزيل مقتضيات القوانين التنظيمية، وخصوصا القوانين اللي كتتعلق بالممتلكات ديال العملات والأقاليم، وأيضا اقتراح حلول لتجاوز هذه الإكراهات. بالنسبة لإقليم الرحاملة كما تعلمون هو إقليم فاتي، تم تنزيله تقريبا 12 سنة، والحمد لله إقليم مضياف، إقليم تيتوفر على جميع المتطلبات، إقليم اللي هو الحمد لله بوابة ديال مراكش المدينة السياحية. أنجزت في عدة إنجازات كجامعة محمد الخامس لجميع التخصصات، المدينة الخضراء، إنجازات لا توجد زعما على واحد المستوى عالمي وإقليمي. إقليم مضياف، إقليم يرحب المستثمرين، يقدم لهم جميع التسهيلات في جميع الميادين سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. هذاك إقليم يمتاز بالفلاحة وتربية الدواجن. الدراسة هو الدراسة ديال الممتلكات، هي كان بعض المجالس يفتقروا للبيع العقاري، وكان بعض المنازعات، وكان عند المشاكل بين بعض الساكنه وبعض الجماعات، ونتمنوا باش ندرسوا ونقدموا واحد المقترح اللي هو يعجل بالتسويه ديال هاد العقارات قصد استغلالها وقد الشروع في المشاريع تهم المواطنين. اذا ياتي اليوم هذا اليوم الدراسي الذي تنظمه الجمعيه في اطار سلسله من الايام الدراسيه اللي كتهدف الى تقويه القدرات ديال المنتخبين والرفع من اداء رؤساء المجالس العملات والاقاليم. وكيكتسي اليوم هذا اليوم اهميه بالنظر للتركيز ديالو على مساله الاملاك العقاريه لما لها من مكانه خاصه في ورش التنميه اللي كيفتحوا المجالس الاقليميه في اطار التدبير الحر وفي اطار ايضا البلوغ الاهداف ديالها. وغادي يكون من اهم المخرجات في هذا اليوم الدراسي ان السادة رؤساء المجالس العملات والاقاليم يتعرفوا على القانون التنظيمي 57/19 اللي كينظم الاملاك العقاريه والكيفيه ديال الاجراء ديالو واهم المستجدات فيه، وكيفاش ايضا ممكن نستافدوا في هذا القانون هذا، وايضا طريقه حصول مجالس العملات والاقاليم على املاك عقاريه اللي من شانها انها تمن المداخيل ديال مجالس العملات والاقاليم، ومن شانها ايضا انها تساهم في التنميه المستدامه داخل العملات والاقاليم ديال المملكه العزيزه ديالنا.